السلام عليكم متتبعي قناة هاجر ارت، نتمنى انكم تكونوا بألف خير. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا طريقة تحضير البنية ناجح 100%. اذا غادي نحتاجوا في المقادير 5 كؤوس من الدقيق الابيض، 1 كأس من الدقيق الفينو، ملعقة كبيرة خميرة الخبز، ملعقتين كبيرتين من السكر، 7 غرام من سكر الفاني، القليل من الملح، وبيضة واحدة. نضيف كذلك 70 غرام من زبدة، ما يعادل ملعقتين كبيرتين، إذن سوف نقوم بالخلط حتى يصبح الخليط مرمل. وللعجن غادي نحتاجو 2 كأس من الماء الدافئ، صافي كنعجنو مزيان باليد أو بالعجانة. صافي من بعد ما عجناه كيصبح على هذا الشكل، غادي نغطيوه ببلاستيك ونخليوه يخمر مزيان شي 10 دقائق فقط غادي يخمر. من بعد ما خمر العجين غادي نقسموه على قطعتين، غادي نحتفظو بقطعة في بلاستيكة وغادي نسرحو القطعة الأولى، غادي نسرحوها مزيان ما تجيش رقيقة بزاف وما تجيش غليظة، المهم حجم متوسط. وغادي نقطعوها بكاس ولا زلافة على حسب الحجم اللي بغيتو يكون ديال البيني. اذا غادي ناخدو منديل غادي نوضعو فيه البيني ديالنا ونخليوه يخمر واحد 10 دقائق، ومن بعد نمر لمرحلة القلي. اذا باش نقليو البيني غادي نحتاجو زيت ساخن يكون سخون مزيان، نقصوا البوطه ونوضعوا البيني ونبداو نرشوا عليه الزيت ساخن من فوق البيني باش كيتنفخ كيجي من فوق بزاف وخفيف. صافي كنستمروا بهذه الطريقه حتى كنسالي البيني كامل. من البنية ديالنا هو هذا، من بعد ما قليته كامل يمكننا نحتفظو به بحال هكا ولا نعمروه بكريم شونتيي ولا بشوكولات. اذا انا غادي نزينو بسكر فاني والسكر العادي، غادي نفند البنية في السكر اذا البنية ديالنا هو هذا واجد. نتمنى ان الطريقه تكون واضحه، كيجي خفيف بزاف وكما كتشوفوا انا غادي نفتح وحده كيجي خاوي من داخل وخفيف. كما قلت لكم بامكانكم تعمروه بالشوكولا ولا بكريم شانتيي. اذا كانت هذه وصفتنا اليوم، نتمنى انكم تجربوها. خليوا لي لايك وخليوا لي تعليق اسفل الفيديو. اللي كيشوف القناه لاول مره اشترك في القناه مع تفعيل الجرس. نبقى لي غنقول لكم تبقاو على خير ورمضان كريم.